السلام عليكم. بتحس بألم في الركبة من الخلف؟ هكلمك النهاردة إن شاء الله عن إيه الكيس اللي مليان في ظهر رجليك أو في ظهر ركبتك مسبب لك ألم أثناء الفرد والتاني. هكلمك عن كل حاجة تخص البيكر سيست أو كيس البيكر، كل حاجة تخصه من أسباب وأعراض وعلاج وتمارين تعملها في البيت. معاك دكتور أحمد شامل، دكتور علاج طبيعي. ولو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله أفضل موسم. شوف الإنترو وتعالى نتكلم بقى عن كل حاجة تخص البيكر سيست. مبدئيا في الاول ممكن ما تحسش بألم، يكون مجرد انتفاخ في الركبة من الخلف موجود بس، ولكنه ممكن يوصل لمرحلة انه يسبب لي ألم اثناء فرد وتاني الرجل وتورم في الركبة من الخلف وتيبس وعدم القدرة على حركة الركبة، اضافة ان الاعراض دي بتزيد بعد النشاط البدني وبعد الوقفة لفترة طويلة، بتبدأ تحس بألم في الركبة من الخلف. طبعا الاعراض دي بتظهر لازم تتوجه على طول للدكتور علشان تشوف حجم السيست وصل لايه، وعلشان تتمنع من المضاعفات اللي انا هقول لك عليها كمان شوية. دي هي الاعراض، ايه هي اسباب تكونه اصلا؟ مبدئيا لازم تعرف ان ربنا خلق لي سائل زلالي ما بين او في موجود داخل المفاصل، هنتكلم هنا عن مفصل الركبه. ربنا خلق لي عظمتين، عظمه الفخذ وعظمه القصبه او التيبيا. العظمتين بينهم وبين بعض في سائل زلالي علشان يسهل لي الحركه ما بين العظمتين وبعضهم، بالتالي ممكن يحصل لي تجمع لكيس يبدا يتملي بالسائل الزلالي ده ويسبب لي انتفاخ وتورم في الركبه من الخلف. طيب ايه اللي زود لي الموضوع ده اصلا؟ اولا التهاب في مفصل الركبه او بعض الامراض اللي بتسبب لي التهاب عموما في الجسم زي الروماتويد ارثرايتس او الالتهاب المناعي اللي بيصيب الجسم كله، او اصابه في الركبه عن طريق مثلا تمزق في الغضروف. مثلا عندي اصابه في ركبتي هي اللي سببت لي الموضوع ده. طيب ده سبب ودي اعراض، انا اخاف من ايه؟ هو نادرا اما السيست ده بينفجر، نادرا اما ينفجر، ولكن لو انفجر او وصلنا لمرحله انه ما اتعالجش وانفجر بنبدا نشوف الاتي: الم حاد في الركبه وتورم في الركبه وفي السمانه وفي الادم ذات نفسها، التورم جاب الرجل كلها واحمرار كمان. دي المضاعفات اللي انا بشوفها. طيب ايه العلاج او سيناريوهات العلاج؟ في كتير من الاحيان الكيس ده بيبدا يقل ويختفي لوحده ويخف، ولكن لو ما خفش بنمشي معاه الاول بالرايز تكنيك، الار الريست، عن طريق انك بتريح ركبتك وبتتجنب الانشطه اللي بتزود الموضوع ده، سواء انشطه او وقفه فتره طويله. الار الاي او التلج الايس، وهي ان انا بعمل كمادات بميه ساقعه من مده 20 دقيقه مش بشكل متواصل طبعا، بقسمها على اربع مجموعات، اربع دقائق ورايح دقيقه، اربع دقائق ورايح دقيقه، اربع ودقيقه، اربع ودقيقه، بمجموع 20 دقيقه. سي كومبريشن، وعن طريق ان انا بلبس دعامه او رباط ضاغط او ركبه حوالين الركبه لمجرد الدعامه وتريحني شويه في الانشطه اللي انا بعملها. الاي وهي الاليفيشن، ان انا برفع رجلي على حاجه عاليه وانا نايم علشان لو في ورم او حاجه يقل، إضافة إلى بعض التمارين اللي أنا هقولك عليها دلوقتي كجزء تمارين منزلية تعملها في البيت لا تغنيك عن الكشف ولا عن جلسات العلاج الطبيعي. مبدئيا بالنسبة للتمارين، بنقعد على الأرض، بنحط حاجة نخلي رجلينا عالية شوية ونظبط نفسنا، وبالحزام بتحطه وتبدأ تشد مشط رجليك عليك بالحزام، بتشد بحيث تحس بشد في السمانة. انا مش عايزك تركز معايا في النقطة دي، مش عايز رجليك هي اللي تتحرك، لا، انا عايز الحركة من الحزام نفسها هي اللي تشد مشط رجلك عليك، وبتثبت في الوضع ده 30 ثانية. بالنسبة للتمرين اللي بعد كده، بنقعد بالشكل اللي انت شايفه ده وتبدأ تزحلق كعب رجليك عليك، كعب رجليك بيتزحلق وترجع للآخر خالص، وبتعمل الموضوع ده 12 مرة. بالنسبة للتمرين اللي بعد كده، بتقف تسند على الحيطة بالشكل ده وتبدأ تميل بجسمك لقدام جامد، تحس بشد في السمانة، وبتزق لقدام وبتميل بجسمك وهتبدأ تحس بشد في السمانة جامد.
من الجنب، انا بميل بجسم لقدام وحاسس بشد في السمانه جامد. بالنسبه للتمرين اللي بعد كده، تسند ظهرك على الحيطه وتنزل كسكوات، ظهرك بيسند على الحيط، هتحس بشد او مجهود في العضلات الاماميه وبتطلع لفوق، وبتعمل الموضوع ده 12 مره. طبعا لازم بعد ما نعمل التمارين وماشيين بالنظام والادويه اللي الدكتور ماشي معايا بيها، لقيت الموضوع ما بيخفش والسيست عمال يزيد في الحجم، ساعتها بنلجا للجراحه علشان نشيل الكيس ده. الجراحه بتكون الحل بعد ما اكون مشيت بالخطوات دي وما وصلتش لنتيجه. نهاية لو وصلت لحد هنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور أحمد الشامي، دكتور علاج طبيعي أخصائي التغذية العلاجية. متنساش تتابعني على الانستجرام وتسألني، حاول أرد عليك بإذن الله بأسرع وقت، وتتابعني هناك، عاوزين نوصل بقى ل 10,000 فولورز. إضافة إن في قناة كورة لتحليل المباريات تقدر تتابعني بإذن الله، هيبقى في كلام قريب يا إما هيكون عن طريق لايف مثلا أو فيديوهات مجمعة. بس كده، سلام عليكم.